أعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر مسجدات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة، ساعات فقط تفصل عن نهاية الأجواء الدافئة والكتلة الهوائية الدافئة التي أثرت على المملكة وعملت على رفع درجات الحرارة إلى مستويات عشرينية في عمان والمدن الأردنية، وكانت الصغرى كذلك بحدود 15 درجة مئوية في نهاية شهر ديسمبر، وهي بذلك أعلى من معدات المعتادة بأكثر من 10 درجات مئوية. السبب في نهاية هذه الأجواء الدافئة هو تشكل متوقع لمنخفض جوي خلال اليومين القادمين في حوض جزيرة قبرص، بحيث سيعمل على عودة الأجواء الباردة الشتوية والممطرة وحدوث انقلاب كبير على الأجواء في عموم المناطق. هنالك توقعات بهطول الأمطار في شمال وسط المملكة بمشيئة الله مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين ونهار الاثنين، وحدوث نشاط كبير في الرياح وتشكل للضباب على المرتفعات. نستعرض معكم الآن آخر صور الأقمار الاصطناعية لدينا هنا في طقس العرب، والتي تشير إلى استمرار تواجد الحزام من السحب المتوسطة والعالية غير الممطرة هذا اليوم السبت، والتي أثرت خلال الثلاثة أو أربعة أيام الماضية. هذه السحب غير الممطرة تتوقع أن تتحرك بعيدا نحو الشرق، مفسحة المجال أمام تشكل للسحب الممطرة والركامية في حوض جزيرة قبرص بالتزامن مع تشكل هذا المنخفض الجوي وتحركها شرقا نحو شرق البحر المتوسط وبلاد الشام بما فيها المملكة. توقعات الضغط الجوي السطحي تشير إلى انخفاض متسارع للضغط الجوي في حوض جزيرة قبرص مع ساعات نهار الأحد وجنوب منطقة تركيا، هذا اللي يتشكل هذا المنخفض الجوي يتحرك نحو جزيرة قبرص ويتمركز مع ساعات صباح الاثنين إلى الغرب من لبنان. هذا المنخفض الجوي متوقع أن يتمركز فوق المنطقة لمدة أقل من يوم واحد، بعد ذلك سيرتفع الضغط الجوي مفسحا المجال أمام استقرار الأجواء من جديد ونهاية الفعالية الجوية، حيث يتلاشى المنخفض فوق منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. نستعرض معكم الآن بشيء من التفصيل التوقعات الخاصة بالأمطار الموافقة لهذا المنخفض الجوي. هناك احتمالية هطول زخات محلية من المطر في أقصى المنطقة الجنوبية مع ساعات قبل ظهيرة الأحد، كذلك الحال في أقصى المناطق الشمالية في مقدمة هذا المنخفض الجوي، مع تحركنا نحو ساعات منتصف ليل الأحد على الاثنين مع ليلة عيد الميلاد المجيد، هناك توقعات باشتداد الفعالية الجوية في شمال ووسط المملكة على شكل هطول للأمطار. هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة مصحوبة بزخات من البرد، لا سيما مع ساعات صباح الاثنين. مع ساعات تدريجيا نحو نهار الاثنين هنالك الأمطار ستغطي مناطق أوسع من شمال ووسط المملكة بما فيها العاصمة عمان، كذلك الحال وصولها إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. كما تحدثنا متوقع نهاية تدريجية وواضحة للفعالية الجوية بالاتجاه بعيدة ساعات ظهر وعصر الاثنين، هذه الفعالية الجوية ستتراجع بشكل كبير وواضح وتنتهي تماما مع ساعات منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء مع تشكل واسع للضباب في عموم المناطق. ننتقل معكم الآن إلى شرح مفصل للأجواء المتوقع نهار غد الأحد. تقريبا العظمى في إربد 17 مئوية 16 درجة مئوية في المفرق مع هبوب نشط للرياح واحتمال زخات خفيفة من المطر نهارا في مدينة إربد. أما بالانتقال نحو وسط المملكة، العظمى المتوقعة فقط في عمان 13 درجة مئوية مع انخفاض واضح وكبير مقارنة بالأيام الماضية، أجواء غالبا غائمة عموما. المنطقة الجنوبية ستشهد نشاطا للرياح الغربية قبيل عبور هذا المنخفض الجوي وتشكل الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية الدولية جنوبا وشرقا. مع ساعات صباح غد الأحد هنالك توقع لتشكل الضباب الكثيف فوق منطقة رأس النقب والطريق الدولي المؤدي إلى العقبة. المنطقة الشرقية خلال تأثير المنخفض الجوي ستعاني من هبوب الرياح النشطة وبالتالي إثارة للغبار والأتربة وتدني في مدى الرؤية الأفقية. أما بالحديث عن تفصيلات الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان، العظمى كما تحدثنا 13 مئوية يوم الأحد، بداية لهطول الأمطار بمشيئة الله مع ساعات المساء والليل، الصغرى فقط ليلة الأحد على الاثنين 5 درجات مئوية. يوم الاثنين هنالك أجواء باردة وغائمة على فترات، هطول متوقع لزخات من الأمطار في شمال وسط المملكة، هذه الزخات تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بزخات من البرد كذلك الحال. العظمى متوقع 9 فقط في العاصمة عمان، أقل من ذلك
في مرتفعات العاصمة وسائر المناطق الجبلية، مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء هنالك نهاية للفعالية الجوية وأجواء باردة في عموم المناطق مع تشكل للضباب. يوم الثلاثاء أجواء مستقرة العظمى 13 درجة مئوية، لكن هنالك هبوب نشط للرياح الشرقية والتي ستزيد من الإحساس من البرودة. هنالك عدة تحذيرات خاصة بالتعامل مع هذه الحالة الجوية ليلة الأحد على الاثنين ليلة عيد الميلاد المجيد. هنالك توقعات بتدني مدار الأفقية بسبب الضباب فوق الجبال، كذلك الحال بسبب الغبار في المناطق الصحراوية. هنالك التحذير من خطر الانقلاب المفاجئ والكبير على الأجواء نظرا لانخفاض درجات حرارة بقيم تفوق 10 درجات مئوية. هنالك كذلك الحال نشاط للرياح في المناطق الجبلية لا سيما جبال الشراح. طبعا منخفض جوي خير، أمطار خيرة وجيدة نتوقعها في عموم المنطقة الشمالية الوسطى، أمطار خير على الجميع. عطلة عيد ميلاد مجيد نتمناها لكم كل عام والوطن والجميع بألف خير. كان معكم الدكتور أيمن صالحة من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، دمتم برعاية الله.